صح، أنا دا أحس بخيبة أمل. وأنا مين جاد؟ شنو نسوي هسا؟ تمام. عندي فكرة. ها؟ خلينا نسوي حركة القوة. ها؟ سلمى دائما تقول لنا إن حركة القوة تساعدنا حتى نسترجع ثقتنا بأنفسنا. إيه صدق. يلا نسويها. حركة قوة لو نعملها. أقدر أسويها. تمام. تدري شنو؟ أنا حاسة هسه إنه عندي ثقة أكثر. ومستعدة أحاول مرة ثانية. ممتاز. خلينا نركز. جاهزة؟ إيه جاهزة. أها، جاهزين للتصوير. ممتاز. اتفضل أستاذ عاد. أها، وهسه وصلنا لمرحلة الزر الأحمر وأسألت السرعة. لما أسأل السؤال، الشخص اللي يدوس على الزر الأحمر أول يقدر يجاوب على السؤال ويربح ويانا نقطة. تمام. السؤال هو بالمطبخ لما نخلط الزبدة والحليب والطحين رقائق الشوكولا شو يطلع عندنا؟ كيك. قصدي كيك برقائق الكاكاو المفضل عند كاكي. إجابة صحيحة. ممتاز. بس ما عرفنا الجواب. هاني كلش أحب الكاك برقائق الشوكولاتة. كاكي. بس ما راح نقدر نحسب النقطة. تتذكرون القوانين، لازم ندوس على الزر الأحمر قبل الإجابة. بس ما أنا أسف إنه خسرنا هاي النقطة. عادي جاد، يعني نرجع نجرب. السؤال التالي هو الشنو تتحول اليرقة؟ جد يعرف الجواب. أني ما أعرف. أني ما أعرف الشنو تتحول. الجواب الصحيح هو تتحول لفراشة. تمام يا جماعة، استراحة ثانية. حبايبي ايش صاير؟ ايش بيكم؟ سلمى، احنا دائما نلعب هاللعبة. بس اليوم اكو شي غريب كلش. غريب؟ واحنا هسه يعني حاسين بخيبة امل. صحيح. حبايبي اني فهمتكم، وعادي انه انتو تحسون بخيبة امل. على فكرة أنا همين أحيانا أحس بهالشعور من أشياء تمشي عكس ما أني رايدة. بس أهم شغلة إنكم ما تستسلمون، صح؟ صح. سلمى وياها حق. بسمة وجاد، أوقات لما نواجه تحديات من المفيد نتذكر إنه بعد ما نقدر نسويها. بعد؟ صدق؟ آها، يعني ممكن نقدر بالمستقبل. أنتوا هسا حاسين بخيبة أمل، بس هالشعور ما راح يبقى على طول. تدرون انه ما كنت اعرف اقدم مسابقات مثل هسه. بس انت كل شاطر. ايه وهمين تعرف معلومات هوايه. مضبوط. صحيح، لازم المساله اخذت هوايه من التعلم والممارسه حتى اوصل هنا. كنت دائما اتذكر نفسي حتى لو ما حققت اللي اريده، كنت دائما اريد اتقرب اكثر من هدفي. شغلة وتطلع صعبة، مش معنى انها رح تبقى على طول صعبة. بكرة اكيد لما هتتعلم وهتتدرب تيجي تجرب تلقى الصعبة صارت سهلة. حاول اكتر جرب اكتر واعرف انه الموضوع بس مجرد وقت، واللي تشوفه هلأ صعب بكرة ممكن يبقى اسهل لو حاول. حاول اكتر جرب اكتر واعرف انه الموضوع بس مجرد وقت، شوفوا هلا صعب بكرة ممكن يبقى أسهل لو حاول. أها.
نجاوب على كل الأسئلة. صحيح، بس هذا مو معنى إنه ما نقدر نجاوب بشكل صحيح المرة الجاية إذا ظلينا نتعلم عن الأشياء والعالم حوالينا. بالضبط، صحيح. جاك، تعرف شنو؟ يمكن ما نقدر نجاوب على كل الأسئلة صح هاي المرة. تمام، مضبوط. بس راح نركز ننطي أفضل ما عندنا، تمام؟ حتى نصير أحسن المرة الجاية. بالضبط. تمام. زين. نكمل هسه. نسمي ثلاث فواكه كروية الشكل. التفاح والبرتقال. تمام. التفاح والبرتقال. والمشمش. ها؟ والمشمش. صحيح 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 صحيح. بسمة أخذتي نقطة. والفريق الفائز هو الفريق الأصفر. ممتاز. جاد، أنا كلش فرحانة لأصدقائنا لأنه فازوا. كانت المسابقة كلش حلوة وتعلمنا أشياء هواية. من صدق يعني حتى لو ما نعرف كل الأجوبة بس راح نكون أحسن المرة الجاية. أكيد أكيد. شكرا لكم كلكم، كنتوا في مسابقة عارف الجواب معي أنا عارف. وقت الاحتفال. مبروك مبروك مبروك.